دايما بتهموا الستات انهم بيغاروا، او حتى في مصطلح شعبي بيقولوا لهم مكروتات، ودائما بيفكروهم انهم بيغاروا على ازواجهم، بيغاروا من اخواتهم الاصغر الاكبر الاحلى الابيض الاشقر، بيغاروا من حماتها من سلفتها، بتغار بشكل كبير. وايضا بيتكلموا انه زلام بيغاروا على نسوانهم من حيث مفاهيم وتقاليدنا، مفاهيمنا وتقاليدنا اللي موجودة. وبس كمان في عنا غيرة تانية، غيرة على الوطن، غيرة على الشرف، غيرة على العرض. مش هذا اللي نحكي عنه، كيف الحال؟ نحكي عن الغيرة المرضية القاتلة اللي هي مرض ذهاني من أمراض الذهان الخيلائي، وإحنا بنحكي عنه أوثيلو سيندروم. الغيرة المرضية القاتلة هو مرض شكي بيكون فيه عادة الذكور كتير أكتر من النساء. أحياناً ممكن يكون عند النساء، وإذا كان عند النساء بيكون أشد، لكن بشكل عام هو موجود في الذكور كتير كتير أكتر من الإناث. إيش الغيرة المرضية القاتلة؟ إيش الشك المرضي؟ هي أوهام، أفكار خاطئة بيعتقدها الزوج أو الصاحب بدون أي دليل إنه زوجته أو صاحبته بتخونه، وبيفترض إنه هنالك أشخاص أو شخص معين بيخونه بدون ما يكون له دليل. ولو جبت له كل الأدلة على إنه كلامه خطأ ما بيصدقكش، وهون ببلش يعمل سلوكات، ومن هاي السلوكات إنه ببلش يحقق معها، ببلش يدور في فراشها ملابسها الداخلية، ببلش يرجع على البيت في أوقات مش مناسبة مش متوقعة، ببلش يروح لها على أماكن شغلها، ممكن يترك شغله ويضل بس متابع تحركاتها، كمان بيحقق معها بالليل، ممكن يراقب الآن أجهزة الموبايل تبعتها، اللابتوب تبعها، ممكن يراقب السوشيال ميديا تبعها، ممكن يسرق الباسورد، ممكن يروح على فني آي تي حتى إنه يسرق كل المعلومات اللي عندها، وبيحاول دوما وأبدا يحقق معها بانتظام. لغاية الآن هذا الكلام معقول، لكن ممكن علاجه، لكن في عنا مشكلة كبيرة في الغير المرضي القاتلة اللي هو لما يكون في عنده تهديد بالعنف أو يكون عنيف. ليش؟ لأنه في كتير من القضايا اللي راح ما اهتمت الزوجة بشك زوجها، أو زوجة حكت لأهلها وما اهتموا بشك زوجها، اعتبروه من الغيرة العادية، من الشرف، من العرض، وهو كان غيرة شكية مرضية ذهانية خيلائية وبدها علاج. فراح الشخص تمادى في ذلك الأمر وراح قتل زوجته. عشان هيك إحنا الغيرة المرضية القاتلة أو الشك المرضي ممكن نعالجه مضادات الذهان ما لم يكن هنالك عنف أو تهديد بالعنف. بس لما الشخص يبلش يهدد إنه يحط لها أنينة الغاز أو يحط سكين تحت مخدته، أو يكون عنده سلاح جوا البيت، أو إذا كمان كان كحولي، لأنه الكحول بتزيد من هاي الغيرة المرضية القاتلة، بدنا ننتبه. وهاي الحالة الوحيدة اللي إحنا بنوصي القاضي الشرعي إنه يفرق بينهم تفريق مؤقت لحين علاجه أو حتى الطلاق، لأنه إحنا ما بدنا إياكي نشوفك في المشرحة. عشان هيك إذا كان زوجك لديه الشك المرضي لهاي الدرجة اللي حكيتها وهددك بالعنف أو استخدم معك العنف، حاول يخنقك، حاول يقتلك قبل هيك، لازم تنفصلي عنه، وهي الحالة تلزمك عشان حياتك تنفصلي عنه مؤقتا لحين علاجه وأخذه للمضادات الذهان. بس إذا بتتذكروا في البداية حكينا عن الغيرة، إنه الست اللي بتغار على زوجها أو الزوج يغار على 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 زوجته، إذا قدرنا نلعب بهاي الغيرة بطريقة حلوة راح تخلي حياتنا أحسن وأحلى. ودائما بتمنى لكم تكونوا بأحسن حال.